يعني حتى نستوعب اللي صار، مازال ما استوعبنيش اللي صار. معناتها بحق مش صادقة توا قاعدة هوني ونحكي على سي شكري اللي هو وقع اغتياله، معناتها حاجة ما حاجة وجعتنا برشا، وجعتنا على الآخر. يعني حاجة باك نقول قبل كل شيء الله يصبر عائلته. كما قلت أنت احنا توا نبكيو نهار اثنين جمعة اثنين نحكيو عليه، بلاش نبكيو في حياتنا وفي مشاكلنا السياسية والاجتماعية ويقعد مجرد ذكرى. الله يصبر عائلته، مرته وصغاره وأمه وأخواته، حاجة توجع برشا تؤلم برشا، الله يصبرها. توا كي نجي نحكي شكري بالعيد السياسي يولي مثلا تاخذ بعد آخر، بعد فيه جزء نشاطر فيه أخونا وصديقنا وجزء منه، وفما جزء بصراحة ما نشاطرش. المرحلة هذه قبل كل شيء ساعة احنا في منعرش خطير. توا احنا تونس دخلت بالحق في منعرش خطير، من خاطر الفرق بين اللي كان يصير ولو انه نجم تكون هو تقول تمهيد، لا، اللي صار شكري بالعيد اغتيال سياسي بامتياز، اغتيال سياسي بامتياز مع نية الاضمار والترصد، معناتها ومستعملين معناتها الحرفية في تنفيذ هذه الخطة. حتى الضربات اللي تلقاها الله يرحمه ضربات قاتلة في المقتل في المفصل، على ما اعتقد على مستوى الرأس والرقبة، متعمد معناتها وبروفيسيونيل وعارف ايش قاعد يعمل. كما قال متبعينه مراقبينه وحاطينه في قائمة إن شاء الله ما يكملوش ينفذوها. بداية بسي شكري الله أعلم بعد شكون به. احنا توا قدام هذا كل شنو نعملوا؟ احنا توا كسياسيين نحكي كعلى الأقل الفاعلين على مستوى السياسي في الساحة السياسية، سواء في طرف في حكومة ولا سواء في طرف في معارضة ولا اللي هو، احنا يا إما نختاروا بين زوج نيات، النقطة هذه تحنا زوج نيات، يا إما باش نتوحدوا وتوا بالحق فرصة باش نتوحدوا، وإلا باش ندخلوا تونس في بحر تاع دم الله لا يقدر كما كانت عشتها دزاير، فترة متاع حروب أهلية، فترة متاع تكفير، وفترة متاع معاش الإنسان يأمن على روحه. خاطر وقتها نلقيه التهم هكيكا الأطراف هذه ماهوش ردة فعل سليمة. يعني نلقيه تهم الأطراف، إلى حد الآن أنا سمعت أربع أطراف أربع جهات إلى حد الآن مصباح التوا، كل ما نسمع شق يتهم في شق، شق يتهم في شق. فتصور هالسيناريو هذا متاع الأطراف تتهم بعضها، بعد ما يمشيو شو باش نعملوا بعد؟ واللي كل طرف يختص للطرف اللي هو يعتقد أنه هو قام بهذا الاغتيال. شكون هي الأطراف هذه مدام سامية؟ من جوستومون ممكن نذكرها توا، أنا نزيد باش نبث نزيد باش نساهم في نشرها الفكرة هذية. وأنا نحبش الفكرة، أنا نحب الفكرة هذية. حتى لو كان عندنا شكوك ما يلزمش نتوجهوا بالتهمة لبعضنا شق ضد شق ضد شق. علاش؟ خاطر لو ينتفع منها كان يرتكب الفعلة هذية. خاطر ارتكب الفعلة هذية الهدف نتاعو كان تعرف احنا نشوفوا كل اغتيال شنو وراه، شنو المصلحة اللي وراه. وليش شكري بعيد بالذات؟ احنا ما سمحنا نسيو. علاش شكري بالعيد بالذات؟ هل تصور شكري بالعيد يهدد البلاد لدرجة انه باش يفك الحكم ولا باش يقول يخرج يقيم البلاد؟ لا، شكري بالعيد صار رمز تاع الديمقراطية والحرية ويناضل عليها، ورمز فكر ثوري اللي هو جبهة الشعبية. جبهة الشعبية عندها تحمل الفكر الثوري بالايديولوجيا نتاعها، حتى في شعارات نتاعهم ديما شعارات ثورية. فأنا بالنسبة لي أنا أنه يمسوا رمز الجبهة الشعبية ورمز نتاع الديمقراطية ورمز نتاع الفكر الثوري هو ضربة على مزوج مستويات. لولا اللي هو هما أعداء الديمقراطية لأنهم نوصل ما استعملوا الأسلوب هذا ما يستهدفوا رمز لهذه الديمقراطية، والثانية أنهم الغاية نتاعهم تحريك هذا الشق، تحريك هذه الجهة، تحريك هذا الفكر الثوري لعملية ردة فعل همجية. لأنه الفكر الثوري مش بالضرورة عنف، فكر الثوري أفكار الثورية مش بالضرورة يمر إلى مرحلة العنف. فمرحلة العنف اش تقتضي؟ تقتضي إنسان يحمل فكر ثوري واستفزاز قوي، وقتها ينزلقوا. محمد الهمامي نوجه له من هنا رسالة تقدير ورسالة شكر من كل أعماق قلبي، لأنه رجل ذكي، رجل سياسة، رجل يحب تونس. تفتن ربما على ما أعتقد
لهذا هذه الثغرة وتوجه برسالة يطمن فيها ورسالة ينبه فيها في الانزلاق لردة الفعل العنيفة.